يعني صعوبات شنو يعني فنية؟ واحدة منهن ما تقدر تتجمع كفريق، دمج المنتخب وبعض لاعبينك بالوطني أحزنت. هو الصعوبات هاي اللي تكلمت فيها صعوبات اللي المدرب يشعر بيها، انه تجمع ما حصل تجمع. وعلى فكرة أستاذ علي، كل ما وصل إلى المنتخب الأولمبي يعني من هذه النتائج، هنقول لن نقول إنجازات، أنا بعمر ما تكلمت على إنجازات، يعني أعتبرها بداية الطريق. هو من معسكر تركيا اللي استغرق 13 يوم ومباراتي الإمارات الودية فقط هذا التجمع، وذهبنا لمن وراء 15 يوم ذهبنا لبطولة غرب آسيا وقلت لك بدون تجمع، وذهبنا بعدها للتصفيات الآسيوية بدون تجمع البحرين. لذلك هذه صعوباتها، المدرب يشعر انه المدرب اليوم يعني اخر مباراة احنا لعبناها مع البحرين تاريخ 31/10، يعني اليوم ايش قد حسبها تقريبا 50 يوم لم او لا كيف 50 يوم يعني 70 يوم شهرين واليوم احنا 9 تقريبا 77 يوم 78 يوم. لذلك المدرب يعني يقول انا استغرب، يجب انه اللاعبين يجمعون ويجب انه يكون باقل تقدير كل شهر يكون تجمع. يشعر هو عند ملاحظة الدوري يقول انه اللاعبين اذا ما يتجمعوا ويلعبوا مع بعض كثير من الاشياء تفوتهم. لماذا؟ لانه عنده احصائيه انا دائما ازودها بكل احصائيه اللاعبين وجودهم بالدوري، كم دقيقه يلعبون كل اللاعبين، وهو عنده معرفه كامله. بعض اللاعبين اساسيين استاذ علي، بعض اللاعبين بدلاء، بعض اللاعبين على المدرجات لم يحصلوا على فرصه. هذا الامر هو اللي خلى المدرب يقول بانه انا اتمنى كل شهر انه اجمع اللاعبين، اللاعبين عندما يجتمعوا يتطوروا اكثر وقت. ما شاعر بنوع من التعامل بهامشية مع الاولمبي ومثل الاهتمام بالوطني المدرب؟ المدرب ربما يعني يشعر بهذا، لا اعرف ما في خاطره، ولكن هو حرصه زائد بصراحه، حرصه شديد، يعني ربما تكون هذه الظاهرة عنده، يشعر موجود الشعور. يمكن يجي يحضر يتابع في بغداد بأول يعني هو عندما جاء قبل شهر